عشان اسوي لك التوست بالنوتيلا. بني الاسلام على خمسة. خمسة عفية. اول شيء شنو؟ شهادة لا اله الا الله. لا اله الا الله. بعد يه 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 شريوق الزين، شريوق المهندس يا شرشر. وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أي ريوق؟ شنو أي ريوق؟ إذا الريوق اللي برا هذا أنت مو مسويته، عيل من مسويه؟ ناصر تكفى قاعد أخط الآيلاينر، لا تدود هني لأن إذا اخترب راح أخرب علاقتي معك وراها. لك إن شاء الله ريته ألف صحة قلبك أخي أبو محمد، هذا كله فضلة خيرك. لا لا يا نازك، ما اتفقنا على كذي. انت بروحك ريلك تعورك وحالتك حاله، المفروض اصلا ما تنزلين المطبخ ولا تتعبين روحك. اي شيء تبينه تقولينه حق الخدامه والخدامه تسوي لك اللي تبينه. لك شو خدامه ما خدامه يا ابو محمد، وهي شو بيعرفها بتحضير الفطور؟ لك هذا فطور شامي، هذا مو حي الله، مو ما كان بيعرف يحضره. سيتريوك شامي شبك اسرائيل، هذه وريلها مكسوره مسويت لها سفره ليالي الصالحيه، وانا شو ما قلت لها سوي لي قهوه. اطلع على السفره، محضرت لكم سفره بعمرك ما دقت مثلها. دقلي هالمكدوسات. تسلم ايدك. ان شاء الله صحه وهنا، هذا مكدوس شغل ايدي. ها بعدين وين كنت رايح انت بلا ما تفطر؟ بصير الرجال يطلع من بيته بلا ما يفطر؟ ايش هالحكي؟ لا هذا لازم احذفها من السطح، مو من الدور الاول. شكلها بتخرب العادات والتقاليد اللي عيست وانا اعلمنا الصور. وين الست الشروب؟ شروق شروق ايه ابن عمي، لا يطوفك، خوش مكدوس عافية. شو رايك لفت لي سندويشة زعتر؟ بتجنن كثير طيب. الله ناصر ضيعة فيك تجي لهون بليز؟ وين تجي انت؟ انا هون شديت اجري. وي عش فيك متمقطة كذي، احنا وين قاعدين؟ عم بكفي صف اليوغا، ما بلحق اروح الجيم، في عزبك بس تجي هيك ترخي لي العضل شوي. اي ان شاء الله على امرك. لا عزبيني انا، ايش حق تعزبينه هو؟ انت خلص مكدوسك. طلعنا من باب الحارة دشينا صالون زهرة. لا هذا اللي لازم اقويهم فوق، ما اقدر اقاتل على كل الجبهات انا. اشوف اي ايه بالعدل الوالدتي اللي ذبح صدري ياه ملح الشام مو صافع، وانا مسمار اللحم ضارب مخي. اي عيل، وين كبيرهم الذي علمهم السحر؟ شو كاميليا وين؟ اي هذه ضحكتنا بلعبيت طالعه من داري. 15 سنه يا شقول، 15 سنه متزوجين، عندنا بنت وولد، عمرك ما ضحكتي لي هالضحكه. لا والله. اي والله. انا لو اضحك الضحكه هذه اشرق بريجي حبيبي. من واحنا هالطول اهالينا اذا سمعونا نضحك هالضحكه كل واحده تنضرب على بوزها. هذه مو مالتنا، مالتهم، مو مالتنا. ايش دعوه؟ اروح الحق عليها قبل لا تيلها ذبحه صدريه ثانيه. اي. يلا حبيبي جبت لك الريوق. اللي انا سمعته ده؟ هي وقت دخلت عليك؟ طب على الله تقفل الخط يا رشيد، انا عايزه اسمع كل حاجه، يمكن دمي يتحرق اخس فيها نص كيلو من غير دايت ولا حاجه. من ام وائل؟ امي الكلبه هي جابت لك الفطار في السرير ولا ايه؟ بقولك ايه، لو فعلا جايبه لك الفطار في السرير كح كحتين،